اهلا ومرحبا بكم، معكم صوفيا جواد، واليوم راح نتكلم عن منصة اكس بوكس الجديدة. قامت مايكروسوفت بالاعلان عن منصتها الجديدة باسم اكس بوكس 1 وليس اكس بوكس انفينيتي كما توقع البعض. الجهاز سيتضمن ذاكرة 8 جي بي، مشغل بلوراي وقوس بسعة 500 جي بي. ستتضمن المنصة ايضا جهاز تحكم جديد شبيه بجهاز الاكس بوكس 360 لكن مع الكثير من التحسينات في البنية والاداء، بالإضافة إلى نظام كينكت جديد متطور يمكن التقاط حركات المعصم ودقات القلب والاتزان وأشياء كثيرة أخرى، ونظام الكينكت سيأتي مع كل وحدات الأكس بوكس 1. لم تعلن مايكروسوفت عن السعر أو تاريخ الإصدار، لكنها قالت أن المنصة ستأتي في وقت لاحق من هذه السنة، وهذا يعني أن المنصة ستأتي في موسم الأعياد أي في شهر نوفمبر أو ديسمبر. من ناحية الألعاب، أعلنت مايكروسوفت عن لعبة واحدة حصرية وهي Quantum Break من تطوير Remedy. تم الكشف عن ألعاب كثيرة أخرى للمنصة مثل Call of Duty Ghosts وFIFA 14 وForza 5 وThief وDestiny وBattlefield 4 وAssassin's Creed 4 وWatch Dogs وألعاب كثيرة أخرى. تم التأكيد أيضا أن المنصة لن تتطلب اتصال دائم بالشبكة كما قالت الإشاعات، لكن المنصة لن تتمكن من تشغيل أقراص اكس بوكس 360، وهناك إشاعات تقول أن على اللاعب دفع رسوم نقدية لتشغيل الألعاب المستعملة، لكن هذا ليس مؤكد حتى الآن. كان هذا كل شيء بخصوص المنصة. للمزيد من المعلومات عن منصة اكس بوكس 1 زوروا موقع ign.com.